أيام قليلة وتنطلق نهائية كأس العالم في جنوب إفريقيا 2010. في هذه الأثناء تقترب المنتخبات المشاركة من ختام استعداداتها، لكن تلاحق بعضها لعنة الإصابات. رايو فرديناند كابتن المنتخب الإنجليزي ومدافع مانشستر يونايتد هو أحدث ضحية للإصابات. أول أيام التدريب مع منتخبه في مدينة راستنبرغ في جنوب إفريقيا كان صافرة النهاية لحلمه بالمشاركة في المونديال. أخبار سيئة مرة أخرى، أصيب رايو في ركبته ونقل إلى المستشفى حيث خضع للفحص. كوت ديفوار أصيبت أيضا في قلب هجومها. اللاعب ديدي دروغبا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي يرجح عدم مشاركته في مباريات المنتخب الإيفواري بعد أن أصيب بكسر في الذراع خلال مباراة ودية مع اليابان. خبر لم يصدقه من يرون فيه الحلم الأفريقي. يا إلهي، لا أعتقد أن غيابه سيكون جيدا، لأن المنتخب الإيفواري يحتاجه بشدة، فهو لاعب جيد يجيد كل مهارات كرة القدم، إنه جيد. وإلى أن تبدأ المنافسات وتصل إلى نهايتها، تأمل الأجهزة الفنية للمنتخبات أن تشهر جنوب إفريقيا البطاقة الصفراء في وجه الإصابات، والبطاقة الحمراء في وجه سوء الحظ. هناء عوني، BBC.